بالراحة كده قولي لي بقى، داليا دي مين فيهم بالظبط؟ داليا يا سيدي محامية الطلاق بتاعت الشلة كلها، شخصية لطيفة جدا وجدعة جدا، وهتتجوز قريب بس بلاش تجيب سيرة الفرح قدام. تمام كده، تمام داليا كده تمام. طيب عندنا سارة بقى محامية، استني بس أنا بحفظ. محامية وما جابش سيرة فرح. أيوه في سارة بقى. أيوه سارة بقى عندها بيكري، شخصية مدب جدا، يعني لو رمت أي دبش ما تركزش ما بيبقاش قصدها. أما بقى فريدة فدي سوبر وومن الشلة، شخصية ناجحة جدا وكاتبة مشهورة، واليومين دول شغالة على كتاب. تمام. لو الموضوع ده هيضايقك خلاص بلاش منه أحسن. لا لا والله أنت فاهمة غلط، مش موضوع يضايقني بالعكس، لعلمك يعني أنا نفسي أشوفهم جدا من كتر كلامك عنهم، بس عارفة اللي هو بحاول أجمع معلومات عشان ما لخبطلكيش الدنيا، مش عارف هظبط ما تقلقيش. I promise النهارده هيبقى يوم لطيف جدا، بني أنا معاك. ها إن شاء الله. الفنان بتاعنا أخباره إيه؟ جهز نفسك بقى يا بطل، النهارده عندك ضيوف كتير جدا ان شاء الله. انت كله هيتظبط بعد اذنكم. طيب اروح بس اظبط الحاجه اللي بيشيلوها العمال وكده. اوكي بعد اذنكم. ايه بقى يا لنا، هو الموضوع ما بينكم جد ولا ايه؟ احنا مبسوطين، يعني تقدر تقول كده ان الموضوع مختلف. وخلينا نشوف انت بقى اخبارك ايه مع كارلا. كارلا كويسه، هي بس يعني غيرانه شويه، انت عارفه هي عارفه ان احنا بنتقابل الفتره دي كتير. غيرانه؟ غيرانه من ايه؟ مش عارفه ان احنا بنشتغل مع بعض؟ دي مجنونه دي ولا ايه؟ عبيطه قوي. نهدى شويه عايزاكي تاخدي نفس عميق وطلعي براحة. ايه بقى؟ ايه انتي حبيبتي خلاص والله؟ يا حبيبتي ايوه يلا 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 خلاص هنت والله يا اخي مرة اخر مرة يلا خلاص القمر. هتسميه ايه؟ علي. لا يا رب. الحمد لله على السلامة. حبيبي حبيبي فريده.